السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة في الأهلي الليلة. يعني مباراة الأهلي خلاص قدام إنبي تنتهي بفوز النادي الأهلي، فوز مهم جدا، ثلاث نقاط مهمة في مشوار المنافسة على لقب الدوري. مباراة وانتهت زي أي مباراة، تركيز إن شاء الله في مباراة يوم الجمعة، مباراة قوية جدا وآخر مباراة قبل سفر النادي الأهلي إلى تنزانيا وملاقاة سيمبا التنزاني. النادي الأهلي عنده ضغط مباريات كبير جدا جدا جدا، لكن واضح جدا من أداء النادي الأهلي إن في تطور مباراة تلو الأخرى. مدير فني زي ما قلنا قبل كده عرف إن هو يعني يمسك كل زمام الأمور، وبدأ إن هو يكون في تطوير من أداء النادي الأهلي. ممكن يكون الأداء بعض الشيء بيكون في دروبات أو بيبقى في انخفاض في المستوى في بعض أوقات المباراة، لكن ده أمر طبيعي جدا في ظل ضغط المباريات الرهيب جدا مع الغيابات. ياسر إبراهيم طبعا بنتكلم في دفاع يعني واحد من الركائز الأساسية وركائز القوية، لكن طبعا وجود محمد هاني وأيمن أشرف وسعد سمير وكريم نيدفيد وكل اللعيبة اللي موجودين الصراحة كلهم بيأدوا بأحسن ما يمكن وكلهم بميت راجل داخل الملعب. لكن زي ما أنا قلت مباراة وانتهت خلاص، والمباراة اللي جاية هتكون يوم الجمعة أمام خصم قوي جدا ومدير فني شاطر جدا جدا جدا، وهو يعني بيعمل أحسن مبارياته قدام النادي الأهلي. كابتن طارق العشي وفريق حرس الحدود من الفرق المحترمة جدا جدا جدا، لكن نتمنى إن شاء الله إن هي تكون فوز وثلاث نقاط أيضا للنادي الأهلي علشان يسافر بمعنويات مرتفعة ومعنويات تساعده في مباراة سيمبا التنزاني اللي هتكون مباراة صعبة جدا جدا جدا. النهاردة إن شاء الله يكون معايا ضيفين من نجوم مصر، الفقرة الأولى طبعا واللي هنبدأها دلوقتي مع حضراتكم، ومشرفني منورني في الاستوديو واحد من نجوم منتخب مصر للشباب ومنتخب مصر الأول ونجم النادي الأهلي ونجم ستراسبورج الفرنسي، واحد من أفضل الباكات ليفت اللي جم في تاريخ مصر، هو الكابتن أحمد أبو مسلم. ازيك يا نجم؟ ازيك يا عمر؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ منورني حبيبي، ربنا يخليك. ايه الأخبار؟ والله تمام، كله كويس، كل الدنيا ماشية كويس. منتخب الشباب يعني ذكريات مهمة جدا، واعتقد ان دي من اهم الفترات اللي كانت موجودة في حياتك. اكيد طبعا، منتخب الشباب لما انت كنت واخد مثلا ثالث العالم مع كابتن شوقي غريب، الدنيا بتبقى احسن بكتير، سي في بيتحط ليك لاولادك والفرق اللي انت بتمسكها مع بعد كده المنتخبات مثلا او انديه بتمسك فيها، فدي كلها بتبقى بدايه قويه. تاني حاجه بتديك خبرات كبيره جدا على المستوى اللي انت كنت لاعب، بتزيدك الخبرات لما تبقى مدرب، بتتمر في الظروف دي بتقدر، كان فيها طبعا انتصارات وكان فيها هزايم، فالحاجات دي كلها بتديك خبرات كبيره جدا في مجال كره القدم عامه. يعني انضميت للاهلي خلال فتره المنتخب ولا قبل ما تروح المنتخب انضميت، ولا بعد ما رجعت من بطوله كاس العالم؟ ده السؤال ثلاث يعني انا عايز اعرف، عشان طبعا انت من ناشئين الاهلي. لا، وفي فتره في النص انت كنت رحت مزارع دينا وبعد كده رجعت تاني النادي الاهلي بعد ما تالقت وبقيت واحد من افضل الباكات ليفت اللي موجودين في مصر، كنت بتلفت الانتباه، تالقت مع منتخب الشباب، تالقت مع النادي الاهلي ولعبت مع مسلمان والجوزيه، وفي وقت انتوا يعني حصلتوا بطوله افريقيا والسوبر الافريقي وذكريات مهمه جدا جدا في النادي الاهلي عشتها. هو طبعا زي ما بقول لك انا كنت من ناشئين النادي الاهلي وانا عندي 8 سنين بالظبط، لعبت في النادي الاهلي مع كابتن شطه وكابتن فوزي سكوتي ساعتها، فجي سنه من السنين كان في بطوله بتاعت اللي هي بتعمل بتاعت المنطقه، السن بتاعنا ما كانش موجود، فالفرقه ديت يعني كان في فرقه فيها ناس كتير جدا، كان معانا حسين ياسر المحمدي وكان معانا شريف اكرامي، كان معايا لعيبه كتير طبعا. مشينا يعني مشينا من النادي، خدوا مننا واحد بس عشان مواليد 80، يعني يلعب مع مواليد 80 طبعا. احنا 81 فرقه 80 عشان كان في كاس العالم هنا معمول، فكان بيعملوا فرق ساعتها بيجمعوا دوت، فرحت نادي مزارع دينا وابتديت بقى اشتغلت المزارع دينا مثلا من اول 13، قعدت 13 14 و15 سنه، بعد كده لعبت فريق اول 16، اول ماتش ليا 17 سنه بالظبط في فريق مزارع دينا، كان قبل ما اجي النادي الاهلي كنت وقعت، قبل ما اوقع النادي الاهلي يعني كنت بلعب في المنتخب الشباب، لعبت قدام النادي الاهلي ولعبت بالدوري كتير، كنت صغير لسه فلعبت طبعا. لعبت الفترة دي كلها، فرجعت تاني الحمد لله، اللي رجعت تاني بيتي وانا عندي 17 سنة يعني. ورحت كأس العالم، لكن عايز اقول لك هل كنتم متوقعين ومتخيلين ان منتخب الشباب بعد التألق اللي تألقتوه في افريقيا جه في دماغكم ان انتوا ممكن تاخدوا الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم، ولا انتوا تعبتوا واستعديتوا وربنا كافئكم على التعب والمجهود؟ بص عمر، اي حد يعني اي حد بيبقى حاطط بلان قدامه او عاملين خطة كبيرة اللي انت تقدر عايز هدفك ايه، فاحنا من اول يوم حتى مع كابتن شوقي غريب ما كنا موجودين اتكلم معانا ان احنا لازم ان شاء الله نبقى في بطوله افريقيا، لازم نكون لنا مركز فيها، نطلع على المنصه ان شاء الله
ونفس الكلام كاس العالم لازم كلنا تواجد موجودين فيه. بس احنا كنا بناخد خطوه خطوه، فالاعداد بتاعنا حتى قعدنا اول شهرين رحنا اول بطوله في جنوب افريقيا اسمها الميريديان، طبعا معروفه طبعا، خدنا فيها ثالث، فخدنا فيها ثالث، فدي كانت بعد شهرين، فشهرين تاخد ثالث على اسبانيا كانت موجوده وبرتغال وجنوب افريقيا، فرق كبيره يعني منتخبات كبيره. كانت نتيجه مبشره ان انتوا تحصلوا على المركز الثالث، بداتوا تتفائلوا، بداتوا ان انتوا تقولوا ممكن يكون في امل كبير ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه كاس العالم. اكيد ده كان حافز ليك لما انت تكون مثلا لسه بقالك شهرين بالظبط بتتجمع زي المنتخبات الموجوده الفتره دي، مثلا اول شهرين لسه بيبتدي يعني مثلا كابتن ربيع مثلا جينا على السيره يعني دلوقتي بيبتدي ايه بيعمل انتقاء وبيختار وبيلف ويجيب عشان يجيب لعيبه لمنتخب مصر، فانت من اول شهرين كانت استقرت يعني الموضوع استقر وابتديت تلعب. فلما تلعب في ظل في تجانس ولسه في لعيبه من هنا واحد من هنا واحد من هنا، فتقدر تعمل شكل كويس وتقدر تاخد بطوله، فدي بالنسبه لك كان حتى هنا كمنتخب وليد قال لك منتخب الوليد من اول حاجه خدنا ثالث يعني. فبعد كده بطوله افريقيا من كتر اللعيبه جت بقى كنا خلاص ركزنا مع بعض، كان بطوله افريقيا بعديها بسنه، فالسنه دي كلها كان خلاص بقى كل واحد كان عارف اللعيب اللي جنبه ايه وعارف ده بيتحرك ازاي، وكانت القوام بتاع المنتخب ما كانش بيتغير كتير يعني كان مثلا عندك 30 لعيب او 35 لعيب فكان ثابت، فاللي كان بيلعب كنا ساعات في ميزه كان كمان شوي غريب كان عاملها اللي انت ما كناش بنلعب السن بتاعنا يعني كنا الاكبر على طول تلعب فريق اول يعني احنا مثلا كنا مثلا 17 سنه يلعب فريق الاول مثلا كان مثلا الانتاج الفريق الاول جول دي الفريق الاول كان في الفتره دي ساعتها تمام فكناش بنلعب السن بتاعنا فعشان كده خدنا الاحتكاك القوي عشان عارفين طبعا بطوله افريقيا دي كلها مسننين فكانت دي النقطه اللي كانت فرقت معانا كتير. تاني حاجه التنظيم الجيد لما قلت لك التنظيم الجيد راجل مثلا لمده سنه يعني شوي غريب دماغه في الحاجات دي جامده جدا اللي هو يحط لك مثلا برنامج لمده سنه عارف توقفات امتى وعارف التجمعات امتى فبيقدر كان عامل لك بلان ومطوشه وديه كتير جدا فيقدر يوصلك في مجهود في وقت كويس اللي انت مش غريب على مثلا بتلعب افريقيا او بتلعب منتخبات المانيا لعبنا المانيا ماتشين شيلي دوره شيلي قبل كاس العالم اعداد خدناها فكان عنده الحاجات دي كلها كان كويس فيها يعني كان نظرته كويسه فيها. بص هسألك سؤال ليه علاقه بكره القدم قوي، بطوله افريقيا وبطوله كاس العالم وانت لعبت الاثنين، البشره السمراء اللي موجوده في افريقيا دايما بيكون في اختلاف عن اصحاب البشره البيضاء، والموضوع للعيب الكوره ممكن واحد يقول لك لا انا ما العبش ضد منتخبات افريقيا ممكن العب قدام فرق اوروبيه او منتخبات اوروبيه، عايز اعرف منك ايه الفرق وهل فعلا التحاماتهم اقوى يعني اقوياء ولا زي ما بيتقال في اول التحام لو دخلت جامد هما بيخافوا وبيكشوا بقيه الماتش وانت اللي بتسيطر على 90 دقيقه كلها. لا 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 مفيش الكلام ده خالص، هو بص اوروبا ليها سيستم وافريقيا ليها سيستم تاني خالص. ايه الاختلاف؟ الاختلاف اولا اللعيب الافريقي ما تخشش معاه تجاري في قوه، يعني دخلت قوه زي ما انت قلت كده مثلا خش في اول كوره قويه، هو طبيعته ربنا خلقه بالفطره هو قوي يعني هو عنده قوه والسرعه دي حاجه ربنا خلقه بيها فانت ما تلعبوش قوه وسرعه، عشان كده حتى تلاقينا احنا على مستوى منتخبات لما بنلعب افريقيا بنكسب في سن معين. طب ليه بقى؟ عشان احنا بنعرف نتعامل بدماغنا، احنا اذكى بنتعامل كويس، وتاني حاجه احنا احرف، يعني احنا المهاره عندنا عاليه جدا في السن اللي هو 15 سنه و16 سنه والكلام من ده. هو عنده قوه، لو لعبته بقوه يعني سوري في الكلام اللعيب الافريقي مخه ناشف شويه يعني غبي، يعني مش هو يعني واخد الكوره هيفضل يجري كده حتى لو 20 مره هو هيجري كده، هو خلاص هو عارف هيجري كده. صح. فده سيستم فيه. امال الناحيه الثانيه بنتكلم على اللعيب الاوروبي داخل تحت منظومه اللي هو كله بيشتغل في ترس واحد، يعني بتيجي للباك بيحطها لتحت بتاع نص ملعب بيطلع الباك يعمل كروس تنزل لتحت يغير الناحيه الثانيه، فكله ماشي بسيستم واحد، لو حتى مغلوب 10 هينفذ نفس السيستم بتاعه المدرب بتاعه. فدي ثقافه، ده واحد بيشتغل وهو نفس الكلام، وواحد تاني بيشتغل بدماغه نفس يعني دماغه قافله جدا وهو نفس الشكل هيشتغل بيه. فعشان احنا كمان خلي بالك احنا في بطوله يعني في المنتوشه بتاعت اوروبا كلها في السن عند 17 سنه احنا متفوقين. نروح مثلا نكسب المانيا نكسب باثنين ونكسب هنا ونكسب هنا. بعد 17 سنه كل سنه طيب. الموضوع بيختلف، هو بيبتدي بقى يشتغل في الاحمال بتاعته والاعداد بتاعه قوي جدا، واحنا نبتدي ننزل بقى ايه الكيرف بينزل تاني. طب ولا اوروبا كل تركيزهم واهم حاجه عندهم ان اللاعب يكون موجود، يعني لاعب لو لاعب مميز موجود في فريق 17 سنه لا يقولوا ان انا اخده فريق اول واخده منتخب انجلترا مثلا الاولمبي افضل من ان هو يلعب مع منتخب بلاده، هل ده اللي ممكن الاهتمام الزياده عندهم هو ده اللي بيخليهم مميزين بعد كده؟ هي دي نقطة، بس النقطة التانية اللي هم الهم الأكبر اللي هو عايز يبني فريق عنده قوام فريق، يعني مثلا لما يجي مثلا مدرب مثلا بتاع نتكلم منتخب قطر مثلا بتاع منتخب قطر مثلا ماسك الفرقة دي بقاله 4 سنين والظروف خدمته اللي هو بقى ماسك الراجل الأول يعني فهو خلاص هو عارف مين عارف بيجري ازاي وعارف ده بيتعمل ازاي، فأوروبا بتخطط لمدة 4-5 سنين قدام عكسنا. احنا مثلا نيجي مدير فني
اي اتحاد اوروبي، الاتحاد الالماني مثلا، بيعمل خطه طويله الاجل لمده 5 6 سنين. خواكيم لوف كان مساعد مدرب، بعد كده مدرب، بعد كده المدير الفني. الاتحاد الالماني تدرج لحد ما بقى الاتحاد الالماني مثلا بيحط خطه 5 سنين قدام. مثلا عمر جه، ابو مسلم جه، هيمشي على نفس السيناريو ونفس الاعداد، انت فاهم ازاي؟ فدي الثقافه اللي موجوده. ما احنا مثلا جينا في مصر او اي دوله افريقيه، بيجي المدير الفني ممكن يغير لك الشكل من اول وجديد خالص. يعني مثلا مش محدش بيحب يشتغل على الشغل اللي قبليه، بس كده. صح، دي النقطه اللي احنا مثلا ممكن ابتدي من عندك 50% والتجمعات وابتدي اكمل بعد كده واكمل شغلي. لا، احنا لازم نرجع 10% عشان بقول لا انا ما اشتغلتش على الشغل اللي قبليه، لا انا لازم اشتغل من اول وجديد. احنا طب عندنا طب ده ايه سببه؟ هل ده مثلا بيكون نقص في الثقافة اللي موجودة عند المدير الفني، أو مش بلاش المدير الفني، إحنا كمصريين أو كعرب هل ممكن يكون عندنا سياسة عدم تقبل رأي الغير، وإن إحنا بنحب نشتغل ونبني على شغلنا إحنا؟ دي حاجة، دي نقطة كبيرة جدا. تاني حاجة، إحنا لما أي بره أي منتخب بيبقى عنده كل جهاز كامل، كل واحد بيشتغل الشغل بتاعه. يعني المعد اللياقة البدنية معد اللياقة بدنية، الراجل بتاع مخطط الأحمال هو نفس الكلام، الراجل مخطط الأداء نفس الكلام، كل واحد بيعمل شغله. تاني حاجة، الفريق كله بيجتمع على ترابيزة واحدة بيتكلموا في الصلاحيات اللي هي بتاعت الفريق. أما إحنا في مصر لا، ممكن يكون المدير الفني عايز يبقى هو مدرب الأحمال، يكون هو اللي بيسلمهم اللبس، ويكون هو اللي بيعمل لهم سكر الطيران. فانت فاهم ازاي؟ فهي دي المشكله الكبيره، اللي احنا كل واحد بيحب يعمل كل حاجه، هو المسؤول الراجل الاول، لازم ادي الناس كلها تشتغل. طب عايز اسالك سؤال على مهنه محلل الاداء. دلوقتي احنا في مصر بدانا ناخد كلمه محلل الاداء دي بقت تايتل او بقت لقب في مصر. هل انت شايف ان ده لقب مهم، او دي او ده راجل ذو اهميه كبيره جدا داخل كل فريق او كل منتخب؟ ولا في مصر انت شايف ان المدير الفني بيحب يعمل 2 في 1، يبقى مدير فني ويحلل الاداء في نفس الوقت فيعمل كل حاجه، هل شايف وجوده مهم محل الاداء؟ لا، هي خلي بالك النقطه ديت في مصر لسه بقى مثلا بقى لها سنتين او ثلاثه بالظبط. ما هي انا عايز اقول لك موضه لسه جديده. ما احنا بنتكلم مثلا، كنت انا في اوروبا، كنت في 2006، الراجل ده كان موجود، ده تاني واحد بعد المدير الفني. بالظبط كده، ده لازم يكون تاني واحد بعد المدير الفني. هو مثلا الجزء الاولاني اللي كنا بناخده اللي هو الفيزيك بتاعنا، بناخده مثلا 50 دقيقه او 30 او 35 دقيقه حسب الحمل اللي احنا هناخده. هو مشغل معاه الشكل، يعني هو بيشتغل معاه البرنامج، بنشتغل معانا البولر بتاعنا، البولر بيتحط الساعه والحزام عشان بس الناس اللي عارفه البولر دي الساعه اللي متحكمه في ضربات القلب، ضربات القلب عشان نبقى برضك مفهمها للناس. لما كل الضربات زادت قوي بيقدر يقول لك اقف من الجهاز، بيقول لك يقدر ده يقف فلان ده يقف، خلاص وصل لحد الاخر. تمام، فمعاك البولر بتاعك، معاك حاجتك، بتشتغل اول 35 دقيقه او ال 40 دقيقه اللي بيعملهم اللي هم التحمل بتاعك، والمدير الفني قاعد بره، بيكون واقف بره، يعني واقف في الملعب بيتفرج بيشوف الدنيا. اول لما يخلص تمرين بتاع المعد اللياقه البدنيه بيروح قاعد على الجهاز بتاعه، متابع الكمبيوتر، شايف ده جري قد ايه، ده عمل قد ايه، كل حاجه موجوده عنده على الداتا. وبعد كده المدير الفني بينزل يعمل التكتيك بتاعه. ده كده ده الشغل الموجود اللي هو الشغل البروفيشنال اللي الناس اللي شغاله بره. فعشان كده هتلاقي مخططين الاحمال والاداء بره اسعارهم غاليه جدا، تلاقي مثلا زي المدير الفني. اما انت مثلا جبت حد هنا يقول لك انا مثلا باخد 10، هيقول لك لا ده انا مدير فني ما اخدهمش. انت فاهم ازاي؟ ده هيسترخص. فدي مشكله. ايوه والله دي مشكله. فعشان كده بقول لك احنا الثقافه متغيره شويه، يعني الثقافه كمصر عن اللي بره، الدنيا لسه ابتدى بقى لها سنتين ابتدى نحاول شويه. خلصتوا بطوله افريقيا واكيد كنتوا يعني مبسوطين بالاداء اللي اديتوه. كابتن شوقي اكيد كان فخور، واكيد الجهاز الفني كان فرحان جدا انه يشوف الشغل اللي كان بيطبقه خلال سنوات قبل كده انه يتنفذ على ارض الواقع وتاخدوا بيه بطوله. خلصتوا بطوله افريقيا، بتستعدوا لبطوله كاس العالم، والاستعداد اكيد كان استعداد مختلف، واكيد طبعا مباريات والسفر والحاجات دي كلها. لكن بدايه بقى سفرك لكاس العالم واول مباراه، واكيد كان احساس مختلف انك تلعب في بطوله كاس العالم، وكمان ماتش الارجنتين عايزك تتكلم معايا في كواليسه. يعني انا بتكلم كنت لسه بقول لك قبل الهوا اشمعنى ماتش الارجنتين؟ عملت عشان ماتش الارجنتين انت خسرت نتيجه كبيره جدا، لكن عرفت تلم نفسك وتكسب المباراه اللي بعديها، وكمان تكسب هولندا وفنلندا وتاخد ثالث عالم امريكا كمان طبعا. فهو ده وباراجواي، هو ده اللي انا بتكلم فيه، ان انت ازاي من هزيمه كبيره تعرف تلم نفسك وترجع تاني تاخد تايتل وتبقى موجود على المنصه. فده انا شايفه انجاز او نقطه تحول في اراده وفي عزيمه. ما دوت الثبات اللي لازم يكون عندك ثبات انفعالي، ثبات نفسي، ويكون واثق من نفسك جامد جدا. اولا بطوله كاس العالم احنا ما كناش زي ما قلت لك، الاعداد الجيد اللي احنا كنا عاملينه وفر علينا مساحه كبيره جدا، قدرنا نشتغل. مثلا اول ماتش تعادلنا مع جامايكا، الموضوع كان احنا كنا اعلى شويه، ضيعنا ضربات جزاء، يعني كانت السيناريو مختلف تماما. فالماتش الثاني كان بتلعب صاحب الارض،
فماتش الارجنتين ده كان ماتش ليه كواليس خاصه ثانيه خالص جدا. انا عايز اعرف منك الحاجات اللي انت مش بتحكيها، انا عايز تقول لي هنا حاجات اول مره الناس تسمعها. هي اول مره الناس تسمعها. انا عارف ان في طبعا يعني لا احنا هنتكلم بقى على لعيبه المنتخب واكيد بقى انا عارف الهزار والضحك وفي مواقف كتيره جدا. يعني فاكر مباراه غانا؟ طبعا كان فيها افيه بتاع قده. ده قده ده كان حاجه ثانيه، كان محمود طب بالظبط لا بس هنا كان طب انت فاكر الافيه ده؟ طبعا كنا طب عايز اسمعه منك. لا هو كان محمود كان معانا مساك وكان معانا حسين امين ورا. طبعا محمود نجم نادي الزمالك طبعا واحد لعيبه منتخب الشباب. محمود كان معانا وكان جون صبحي محمود حسين امين ابو المجد مصطفى، انا كنت بلعب الناحيه دي ناحيه الشمال، ومحمد شوقي ومحمد عبد الواحد ورضا شحاته والياماني، وكان معانا ساعتها ميدو وكان معانا محمد عبد الله كمان كان احتياط. تمام. فاشتغلنا في الشغل، فاحنا في درجه الحراره هناك كانت مثلا تقول مثلا 50 درجه الحراره كانت حر. احنا نزلنا الملعب لقينا الصهد جاي في وشنا، فكابتن شوقي قال لنا بصوا لا احنا يعني نسخن بحاجات بسيطه خالص وتعمل اطالات، اهم حاجه اشتغل اطالات كويس عشان الجو ده احنا تحت السكيره احنا سخنين يعني. فكان محمود جنبي، فكان اسماعيل قدو ده كان بيلعب بطوله افريقيا ولعب قدام الاهلي والزمالك، هو صغير بس سريع جدا فقد كده. فكره جت كده في الاول فقلت له شعبان خلي بالك، انا هو اسمه محمود بس نقول له شعبان يعني. قلت له خلي بالك اسماعيل قدو لعيب كويس قوي وقوي جدا وبتاع. فاول كوره راح ديب راح جاب جون، الجون راح 2-0 اول ربع ساعه. فطبعا قلت له محمود دمه خفيف يعني، فقلت له محمود ايه الموضوع؟ قلت له يا عم اسماعيل قد، قال له قد مين؟ مفيش حد قده. هو بس هو كان بيتكلم بجد. هو بيتكلم يعني هو فاكر ان انت بتقول له اسماعيل. محمود عمال يجي عنده كرشه نفس فوقف ورايا عمال. قلت له محمود اسماعيل قده مش هينفع كده. قال لي قده مين؟ مفيش حد قده ده خالص. فدي من المواقف لا انا عارف انتوا كنتوا منتخب لعيبه كانت بتحب بعض ودمكم خفيف، ودايما ده انا شايف ان هو سبب من الاسباب القرب والترابط والحب طبعا. هو ده سبب من الاسباب ان انتوا وصلتوا لنتيجه في الاخر سواء في افريقيا او في بطوله العالم. وخلي بالك كان في ظل الظروف دي مثلا بتتغلب مثلا 7 من الارجنتين والماتش صعب جدا، فلما نطلع بعد الماتش مثلا يعني بناخد دش وناخد شاور والدنيا مكهربه وبتاع، فتيجي مثلا تبص لحد جنبك تلاقيه بيضحك يعني هيضحك مش قادر، انت فاهم ازاي؟ فاحنا مش مصدقين ان احنا خدنا 7 دي مش يعني مستحيله. ما انا عايز اقولك بقى تقول لي تحكي لي الكواليس اللي انت عمرك بقى ما قلتها. لا هو في ماتش الارجنتين عايز اعرف هل وسط الماتش كان في اكيد بيطلع قفشات في الملعب؟ انا واحد لعيب كوره وعارف ان ممكن يطلع قفشات. القفشه الكبيره اللي هو انا كنت حسام غالي كان بيلعب في نص ملعب، فحسام كابتن شوقي قال له هتلعب مساك عشان سافيولا قوي جدا وعنده السرعه وانت عندك جدا. السرعه وانت دماغك كويسه في الكوره وعارف بيتوقع ازاي وبيعرف يجري ازاي، فحسام من الناس اللي هي قويه جدا يعني. حسام ما شاء الله عليه حتى لما يتعمل الجامب بيطلع ياخد الكوره على صدره ما بيطفش يعني، انا ما شفت لعيبه كلها بيلعبوا الكوره تيجي عاليه بيلعبها بدماغه. فحسام غالي بيطلع ياخدها بصدره ويلعب كوره يعني، هو لعيب كوره. فقلنا خلاص ماشي. جه جنبي فقال لي بص في التمرين بقى، قال لي اطلع زيد زي ما انت مالكش دعوه بالخط الدفاع ده خالص، ما تجيليش وانا مش عارف اشوفك ورا امان. قال لي بص، قلت له حسام قال لي ما تقلقش فوق وتحت ما تقلقش. فقلت له خلاص اتكلنا ما فيش مشكله. خلاص توكلنا على الله. ده اخر الباك ليفت لما بيسمع الكلمه دي بيطمن قوي وخلاص. لا غير كده كمان انا كنت الفتره دي كنت فايق جدا وكان جاي لي عروض كتير، وتاني حاجه كنت عامل ضربه جزاء الماتش الاولاني وكانت الدنيا عايز تفوق بقى. كنت فايق خالص كنت فايق خالص. فقلت له خلاص. فاول ربع ساعه راح جبنا اول جون، انا طلعت عملت بالعرض رحت جايب جون الاول. فاول دقيقه اول 3 دقائق اعتقد عملت الكوره بالعرض لليماني. اليماني جاب جون. هي كنت جمله على طول بروح معدي وراح اعملها على الارض على اليماني بيحطها ببطن رجله على طول. ف1-0 اول 5 دقائق فقلنا حلو قوي الحمد لله. بعديها بقى الدنيا لقيت مثلا 3-0، بعديها ب 10 دقائق لقينا 3-0. 3-1. 3-1. فبصيت كده تروح سامه الثلاثة سافيولا، فبصيت له كده فلقيته بيشاور اللي كان شاور بقول له تغيير انت فاهم. فقلت له ايه الحكايه؟ قال لا مش قادر. قلت له ايه؟ قلت له ما الاسد اللي ورايا بس وبتاع. فدي من الحاجات تلاقينا حتى في اوضه اللبس لما دخلت عملت شاور وبتاع، قال لا هو مش طبيعي الستارت بتاعه مش طبيعي. فدي من الحاجات. كان لعيب متعب. لا سافيولا كان لعيب قوي جدا. كان عندك سافيولا كان قوي جدا، وعندك رودريجيز كان واحد في نص ملعب حاجه، ولا اسجاندر ده كان بيلعب في ليفربولات حاجه. لا كانت فرقه متكامله. كوليتشيني سيرد باك ده اللي راح لعب في فرنسا كان طبعا كوليتشيني طبعا كان كابتن نانت. ففي كان في كانت الفرقه كانت قويه جدا. فدي من الفرق. وخلي بالك البطوله دي احنا كنا نوصل للنهائي بس لولا ماتش غانا يعني اللي طلعنا بردك في بطوله افريقيا قبل النهائي. غانا اللي اتغلبنا فيه بردك 1-0 لما كان شيتوس ماسك 1-2 متر وهو كان قد كده فجاب فينا الهدف. فحتى دي كانت غلطه شيتوس كان ماسك ما دي كان الكابتن شوقي قال شيتوس ما ترجعش
فمش عارف كان مين كان راس حربه باين ابو جريشه او اليماني اليماني ما رجعش فقال لي شيتس خلاص امسكه مش هتيجي لك يعني الراجل واقف كده فالراجل ده 2 متر فالكره جت عملها كده ف 1-0 فدي طب شيتس قال ايه بعد ما كان لقاك بص جنبه لقى واحد طويل ومفيش اي تجاوز لا شيتس ما شيتس خلي بالك يعني ده شيتس دماغه جامده جدا قال لك انا مش جعان وانا اللي رجعني ورا انا رجعت لقيته نفسه تعبان فرجعت بس كده خلاص شايل التاني على طول بس هي كانت مواقف حاجات كانت جميله يعني. طب بعد مباراه الارجنتين زي ما انا قلت عرفتوا تلموا نفسكم وعرفتوا ان انتوا تخشوا في اجواء البطوله تاني وعرفتوا ان انتوا تاخدوا يعني ماتش غانا طبعا بالظروف اللي حصلت لكن باراجواي فنلندا هولندا اكيد 3 مباريات كانوا قويه جدا وكمان مباراه هولندا بقى مع لويس فان خال اعتقد كان المدير الفني كان المدير الفني يعني كان لسه يعني مخلص من برشلونه كان مدرب ليه اسمه وليه تقله في اوروبا عكس ما كان موجود مع مانشستر يونايتد وكمان هونتلار كان واحد من اللعيبه اللي كانت موجوده في ارض الملعب عايز اعرف مباراه هولندا بالتحديد اتعاملتوا معاها ازاي وازاي قدرتوا تتفوقوا على واحد من اكفأ المدربين اللي موجودين في العالم في الوقت الحالي وعلى مر التاريخ لويس فان خال وبرده عايز اعرف يعني كواليس اللي كانت موجوده في مباراه هولندا لا مباراه هولندا كنا بنلعب في بلد تانية مثلا زي من القاهره كده من القاهره الاسماعيليه يعني مثلا تمام. مسافه صغيره بتاع ساعتين فاحنا غيرنا الاوتيل وغيرنا مثلا سيبنا العاصمه وروحنا هناك فلعبنا ماتش كانت هناك الجو احسن كتير كان بس كان في مطره كويس يعني مطره كتير شويه فروحنا كملنا الجو هناك الناس الصراحه كانوا يعني عامه الارجنتين انا بحبها يعني الارجنتين حتى انتوا كنتوا طبعا البطوله كانت بتقام في الارجنتين عشان كده انتوا كنتوا في مجموعه الارجنتين كنتوا قاعدين في بيونس ايرس ايوه بيونس ايرس فانتوا انتقلتوا من بيونس ايرس عشان احنا طلعنا الدور الثاني فاحنا بالزبط. الاول بيكمل في مجموعته في ملعبه والتانيين بيروحوا تمام. المجموعه الثانيه فروحتوا الملعب الثاني هم كانوا حافظين الملعب محل الاقامه هم غيروا محل الاقامه طبعا وهم هم اصلا حافظين الملعب ده عشان كانوا بيلعبوا عليه هم اول هناك فطبعا الاول بيلعب الثاني من الناحيه الثانيه من المجموعه الثانيه فروحنا هناك وكملنا والماتش كان قوي جدا اول ربع ساعه كان في موقف برده كويس انت فكرتني بيه كان الكابتن شوقي بيقول في عندهم هم باك رايت تلعب له كوره كده من الجنب الباك رايت بيروح معدي وعامل الكوره في الشريطه على العرض القريبه ده كان بيلعب عليك ده كان بيلعب عليا مش فاكر هو مين او كان بيلعب في الدوري ايه مش فاكره بالظبط بس دوت هي واحده بس يعني هي واحده بس يعني طول الماتش مفيش حاجه خالص هي واحده اول ربع ساعه عمل كده عدت عمل بكروس من بعيد اول العرضه القريبه فانت دور بيقطع عليها او راس حربه بيقطع عليها بس احنا بس هو بيشوطها قويه جدا بوش رجله فتخبط في اي حد بس دي كانت ارتفاعها كده متوسط فكابتن قال لنا خلي بالكوا عشان الراجل ده بيعمل كذا وخلاص الصبح خلي بالك عشان هو بيشوط ما بيروحش ما يعملش كروس طويل او اللي هو الاوفر العالي جدا لا هو بيشوط ببطن رجله فالصبح راح ماسك الكره وراح مدخلها فينا في العرض في العرض القريب فقعدنا طبعا بعد الشوط الاولاني فما راحوش خالص الشوط الاول خلص 1-0 بس 1-0 تمام نزلنا الشوط الثاني اول كره برده جات لي رحت معدي ورحت عاملها اليماني اليماني راح معدي لا حسين امين اللي جاب جون اولاني من كورنر ببطن رجله بعد كده جات لي اليماني عديت انا من جنبه رحت عاملها له نفس الموضوع اليماني عدى من واحد والثاني وراح شايطها فكسبنا 2-1 بس فهي مباراه جمهور الارجنتين كان بيحبكم كان متعاطف معاكم جدا خالص يعني جدا يعني من الناس من كتر من اكتر الجماهير اللي راحت حبها شافها في حياته يعني كل اللقاءات اللي احنا لعبناها كانوا بيشجعونا صراحه يعني وخلي بالك مش احنا بس المنتخب كمان اللي خدنا ثالث يعني حتى في منتخب ثاني بتاع الصالات اللي خد ثالث في الارجنتين خد ثالث في الارجنتين هتلاقي نفس الكلام الجماهير الارجنتين علاقه قويه جدا مع بيحبوا مصر جامد جدا بيتكلموا عليها كويس بيشجعونا من غير اي حاجه فهي من الناس من البلاد الواحد بيحبها جدا يعني انا قعدنا فيها بتاع شهر ولا طبعا قعدت فيها لحد الاخر عشان مركز ثالث وخلي بالك لما طلعنا قبل نهائي من غانا لعبنا غانا برضك وطلعتنا قعدنا هناك وكنا الجو الحمد لله احنا مثلا كسبنا ثالث لو كنا مثلا كنا لعبنا نهائي وكنا خسرنا كان هنرجع زعلانين فالحمد لله برضك اللي انت لعبت ثالث ورابع ورجعت كسبان برضك فرحان يعني رجعت هناك وانت مبسوط رجعت مع منتخب مصر بالميداليه البرونزيه عايز اعرف الوقت ده احمد ابو مسلم بقى العروض اللي كانت بتنهال عليه وهل قرر انه يركز مع النادي الاهلي ولا قرر ان هو ياخد تجربه الاحتراف ولا كان مأجل خطوه الاحتراف دي لحد ما يعني ينضج بعض الشيء اكتر مع النادي الاهلي ويجرب اللعب مع النادي الاهلي هيكون عامل ازاي في الفريق الاول مستر مانو الجوزيه مين اول مدير فني كنت موجود معاه في النادي الاهلي ما انا عايز اقول لك كواليس توقيعي للنادي الاهلي اصلا ما قلتلي لا برضك ما يعني ما حدش عرفها دي اول حاجه انا كنت في مزارع دينا وكان مسكني الله يرحمه كابتن احمد رفعت كابتن احمد رفعت زملكاوي نجم نادي الزمالك فزملكاوي فكنت ماشي كويس جدا كان جاي لي عرض الاهلي وكان جاي لي الزمالك
وكان جاي لي كابتن، كان وكيل اعمال اسمه كابتن منير حسن زملكاوي، كان جايب لي عرض من المانيا. طبعا كابتن منير حسن طبعا. فكان جاي لي ثلاث عروض. فانا طبعا كان اي حد، كان انا كنت عشان النادي الاهلي كنت عايز النادي الاهلي. فكابتن احمد جه فتره انا ما لعبتش مزارع دين، قعدت شهر ما بلعبش. ما بلعبش. مش عايز تلعب؟ لا، هو بره تشكيل. بره التشكيل. وجيت نادي مزارع دين عايز يمضيني عقد احتراف وانا لسه 17 سنه. كنت عادي هاوي؟ هاوي. قلت لهم لا مش هوقع. بعد محاولات بتاع مضيت مثلا 5 سنين، قالوا لي العقد اللي هيجي لك هنسيبك، يعني هنسيبك. فده كان قبل كاس العالم، خلي بالك. فجه بقى العرضين جولي، فكابتن احمد قال لي لا هتروح الزمالك. قلت له لا، انا ما الزمالك ايه، انا ما اروحش الزمالك يعني نادي. قلت له لا، انا اهلاوي وعيلتي اهلاويه واهلي، وانا متربي في نادي الاهلي، هروح الزمالك اعمل ازاي؟ انا عارفك ومتخيل طريقتك، كنت بتقول مش هيبقى فيش زمالك، هو اهلي. انا هي كده قفلت معايا، انت عارف اعمل اللي انت عايزه بقى. ايوه طبعا. فقلت له لا، انا هرجع بيتي، انا ما بحبش، مش هروح، انا نادي كبير وكل حاجه، بس انا الطبيعه انا ما بختلف، يعني ما بحبش العب بس. فروحت بقى هناك وبيتوقع، فكابتن عدلي كنت في معسكر المنتخب 17 سنه في فندق منتخبات اللي هو في استاد القاهره. فلقيت تليفون مثلا السكرتير بتاع نادي مزارع دين عمال يكلمني كل شويه، بتاع المهندس محمد حسين عثمان يعني ربنا يشفيه، كل شويه يكلمني. فانا قلت اكيد عملت ايه، اكيد حصل كارثه في النادي يعني، فاهم انت، ما انا بقالي شهر ما بلعبش وفي حاجه، قلت اكيد في حاجه حصلت يعني. فقال لي تعالى دلوقتي. قلت له اجي فين، انا في منتخب. وكلم كابتن شاو، كلمه كابتن شاو. فمش عايزين مكتمين على الموضوع خالص، لحد لما جه كابتن شوقي لقيته بيكلمني. كابتن شوقي قال لي روح اطلع معسكر، روح الاداره بتاعت النادي عشان في حاجه، ما اعرفش، في حاجه مهمه، هو عارف طبعا مش عايز يقول لي يعني. فرحت لكابتن عدلي، فلقيت كابتن عدلي قال لقيته بيكلمني، كان مش خلص الاداره وخد الاستغناء وراح النادي الاهلي، وقال لي تعالى النادي الاهلي. فقلت له انا رحت النادي الاهلي يعني ازاي يعني، انا ما متخيلش. فلقيت المهندس محمد حسين كلمني قال لي احمد مبروك، انت رحت النادي الاهلي وخلاص يعني، وخدت الاستغناء وكده. فطبعا ما كنتش مصدق يعني، كنت ماشي بالعربيه ما يعني، انا كنت راكب مع حد، فماسك التليفون قعدت بتاع 5 دقائق 10 دقائق كده عمال مش مجمع خلاص. بس كنت فرحان جدا عشان انا كنت عارف يعني النادي، وكنت ان انا راجع بيتي تاني. فحتى رجعت يعني، حتى رحت كابتن علي في وقعت وكده، ورجعت تاني المعسكر، كان الموضوع تاني يوم متعرف. ما كنتش لعبت النادي الاهلي خلي بالك ولا ماتش يعني، انا وقعت وسافرت رحت مع المنتخب. فجالي سفر، جالي بقى العروض زي ما قلت لك. النقطه الثانيه، جالي العروض من جانب فاينورد. اول حاجه جالي مليون لحظه بس، فاينورد هل ده كانت في نفس الدوره ونفس المباراه اللي تم اختيار حسام غالي فيها الفاينورد، دوره قطر اللي انت خدت فيها مركز أيوة اول؟ أيوة. يعني فاينورد روتردام، بس ده بس انا دي دوره قطر كانت في الاخر لما كبرنا كنا منتخب اولمبي. انا جالي فاينورد، جالي 3 انديه. تمام. فاينورد روتردام، فاينورد روتردام، وجالي نانت الفرنسي. ورحت عملت تراي هناك وخلصنا كل حاجه. بس النادي الاهلي لما طلب 1.5 مليون، كان الموضوع صعب شويه لما يدفعوا. نص دولار يورو، يورو كان يورو في الوقت ده طبعا كان رقم كبير جدا، رقم كبير جدا في ناشئ افريقيا عامه يعني. وتاني حاجه كان شالر وال طبعا في بلجيكا، في بلجيكا. فثلاث عروض جه، فحتى الراجل بتاع فاينورد جه نزل يعني، جه اللي هو مدير التسويق بتاع النادي، والوكيل الاعمال هناك كان اسمه فارير ساعتها. نزل هنا وكابتن عدلي قابلته بيهم وكده. فكابتن عدلي قال لي انت اكتر واحد وجعت لي دماغي من كتر العروض بتاعتك. فقلت له يا كابتن طب انا هعمل ايه؟ قال لي انت لسه ما لبستش الفانيله الحمراء، عايز تسافر ازاي؟ انت عايز الناس تتولع فينا ازاي يعني؟ انت فاهم ازاي؟ كنت انا راجع من كاس العالم، كانت حاجه ثانيه، وكنت واخد احسن باك ليفت في بطوله اللي هي بتاعت كاس الامم الافريقيه اللي هي بتاعت 1000 الشباب. فرجعت قعدت بعدها فتره، قعدت العب طبعا، كملت مع النادي الاهلي. وبعد كده رحت نانت، الدنيا طبعا زي ما اختلفت. وبعد كده ستراسبورغ بقى اللي كان اخر 6 شهور في عقلي. طب انا النادي الاهلي بقى عايز اقف عند النادي الاهلي، انت اتمرنت مين اول مدير فني كان موجود في الوقت اللي انت كنت موجود فيه؟ انا جيت اول مدير فني كنت كان ديسكي. كان لسه كان اخر ماتش اللي هو قبل ماتش اللي هو الكاس اللي هي بتاعت اللي خد فيها الكاس. وبعد كده كان بيلعبوا في الصيف اللي هي الدوره بتاعت الصيف اللي هي بتاعت ديسكي وكابتن مختار. كابتن مختار واتمرنت معاهم اول هو اسبوع. هو ديكسي صح، هو ديكسي. ديكسي مستر ديكسي اخدت معاه بطوله الكاس. وبعد كده ما لعبتش معاه. ما لعبتش معاه بس كان احنا كنا وقعنا، كنت انا ورضا وقعنا وكنا جايين نتمرن. بعد ما هم كانوا هيلعبوا خدوا كاس مصر وكانوا هيلعبوا في الدوره اللي هي بتاعت الصيف اللي هي المهرجان بتعمل الصيف ده، كنا نلعب تبع الشباب اتحاد جده. يعني ماتش اتحاد جده اللي هو البطوله اللي بتتعمل، الماتش اللي هو بتاع السنه واللي كان بيتعمل دوت. فجيت اتمرنت معاهم اسبوع بالظبط ولعبت الماتش، لعبت اول ماتش اللي هي اتحاد جده. طيب بعد مستر ديكسي اعتقد جه مانويل جوزيه. مستر مانويل جوزيه جيت انا كملت مع مستر مانويل جوزيه الـ5 سنين اللي هم يعني 5 سنين الا 6 شهور اللي هم اخر 6 شهور اللي هم كانوا في عقدي.
كنت لعبت في اليابان. وخلي بالك في مفاجاه غريبه جدا، اللي انا ابتديت حياتي مع النادي الاهلي ماتش اتحاد جده، ماتش اتحاد جده وانهيته اتحاد جده في كاس العالم اليابان. فدي كانت من حاجات برضك اللي هي في الواحد كان مستمتع بيها. اللي انت مانويل جوزيه اعتقد كان مدرب مميز جدا وشخصيته باينه وعمل بطولات وانجازات. عايز اعرف ايه اهم المحطات اللي احمد ابو مسلم حققها واستفاد منها من خلال وجود مانويل جوزيه في منصب المدير الفني للنادي الاهلي؟ لا، هو مانويل جوزيه كان شخصيه كبيره جدا، مدرب كبير. ايه الاهم، الشخصيه ولا الفنيات؟ الاثنين مع بعض، لازم الاثنين مع بعض. طب ايه الاول؟ اللي في مصر بالذات لا بص، كل حاجه يعني مثلا في مصر لازم تكون شخصيتك قويه جدا مع الفنيات بتاعتك. لو العكس مش هيمشي. لو العكس مش هتمشي. اللي هنا في مصر اللعيبه مثلا بلغه الكوره مش فاهمين كويس قوي، يعني بيعرفوا يتعاملوا ازاي، مثلا ده طيب ولا لا مش طيب، انت فاهم ازاي؟ اللعيب في مصر لو لقى مدير فني طيب هيبقى الموضوع فيه اختلاف، هيقول لك هتلاقي مثلا بيعمل كل حاجه، يقول لك انا جاي متاخر ليه، يقول لك لا اصل عربيتي راحت فين وجت منين، يعني بيعملوا اي كلام، انت فاهم ازاي؟ مش هينفذ يعني، انت فاهم الموضوع ازاي؟ صح. فلازم يكون عنده، بالذات بقى في اوروبا الموضوع بيختلف فنيات اكتر، يعني في اوروبا هو عارف راجل بروفيشنال، فعارف بيتحاسب على ايه ويقدر هيتخصم منه ايه، لو سعره هيبقى كام، فتلاقي اللعيب الكوره خايف على نفسه وعلى المستوى بتاعه. صح. فدي ثقافه ودي ثقافه ثانيه خالص. فهو زي ما قلت لك مدرب كبير. ثاني حاجه، احنا كنا في الوقت ده ساعتها في النادي الاهلي كانت خدنا بطوله افريقيا، كان بقى لها 8 سنين في النادي الاهلي ما دخلتش. اول حاجه اللي هي سنه 2001 2002 او 2001 2001 متهيألي، تمام، خدناها كان بقى لها 8 سنين، واحنا كان اعمارنا كلها بتاعتنا كانت 17 سنه. كنت انا وحسام غالي، ابو المجد مصطفى، رضا شحاته، سعيد عبد العزيز، كان معانا بس كابتن هادي كان كبير شويه، وليد صلاح الدين، محمد فاروق، علاء ابراهيم، خالد بيبو، علي ماهر، احمد بلال يا بلال كمان كان بلال كان معانا. ايوه كابتن بلال كان. فكان في كان اعمار مننا ما كانش عندنا الا خمسه، هشام حنفي، كان عندنا خمسه او سته كبار بس، والفرقه كلها كانوا ناشئين. فكانت اول بطوله كان ليها يعني ليها احساس خاص، اللي انت بقالك 8 سنين ما دخلتش النادي الاهلي بطوله افريقيا وجبناها بالسن الصغير ده. بعد كده خدنا كاس السوبر اللي هو خدناه من كايزر تشيفز هنا في مصر. فالحمد لله من سن الصغير 17 سنه كده ابتديت تاخد بطولات، فدي اديتك تقل خلاص، بقيت متعود على البطولات. تاني حاجه بقيت مشتاق، اللي انت في فتره اللي انت خلاص انت صغير كاس 17 سنه بتاخد بطولتين، عايز اشوف اكتر من كده كمان. يعني انت راجع مثلا واخد ثالث العالم، عايز اخد من عند الاهلي اكتر من كده كمان. لعبت مباراه الترجي في الترجي اللي انتهت 1-1. انا كنت في الفتره دي ساعتها انا ما لعبتش بعد رباط صليبي، كانت جت الرجال رباط صليبي في التمرين، قعدت 6 شهور وبعد كده رجعت تاني. فكان ساعتها كان جلبرتو بقى ابتدى يلعب في المكان ده عشان ما كانش في حد اشول خالص في المكان ده. فلعب، وبعد كده انا ابتديت ارجع العب على فترات. فكان اخر حاجات في عقدي 6 شهور، فكان جالي عروض كتير، فقلت ابتدي اشوف في التجربه، كان يعني التجربه وكده. مباراه الترجي كانت صعبه جدا، الترجي كان تقيل جدا ساعتها، الترجي كان تقيل جدا. عندك جعايدي عندك رياض الجعايدي، وعندك رياض بعزيزي، وعندك طارق ثابت الباك رايت كان بيلعب عليا ابيض. كان عندك كبير جدا. انا في موقف عمري ما انساه، كنت لسه صغير 17 سنه زي ما بقول لك، وكنت جيت مسكت رياض الجعايدي. رياض الجعايدي تعرفه اسمر اللي هو بتاع بولتون ده؟ طبعا 2 متر ولا 2 متر وحاجه. دلوقتي هو مدرب فريق شباب، فريق شباب هنا. أيوة اعتقد تمام كده. فمسكته، فانا طبعا صغير وهو 2 متر وحاجه، فقعد يضحك لما مسكه بتاع، فكنت انا ماسكه على العرض القريبه، فقلت له لا تعالى بقى، مش عارف كان في حد اطول من كان مين، كان علي ماهر. قلت له انت همسكه انت؟ لا انا همسك 2 متر ازاي؟ وقفت على العرض قعد يضحك، يعني هو قعد يضحك وانا كنت لسه صغير. طبعا فدي من المواقف. الترجي كان زمان كان مباراة كانت صعبة، المباراة كانت في تونس صعبة جدا بعد التعادل هنا في القاهرة. كابتن سيد جاب هدف التعادل، يعني هدف صعب جدا، لكن اعتقد ان هي دي كانت بوابة الفوز والعبور بالنادي الاهلي في لقب افريقيا الغايب عنه لفترة طويلة جدا. طبعا الماتش كان صعب جدا، بالذات احنا كمان كانت فرقة بتلعب فرقة كبير جدا، ونسينا اقول لك كلينتون ده كان بيلعب، وسانتوس راس حربة، فكان تشكيل قوي جدا مش زي دلوقتي. يعني الترجي مثلا دلوقتي طبعا لا لا يمكن، الدنيا كانت زمان كانت مختلفه، وكانت معروفه ال 11 لعيب احنا عارفينهم وهم عارفيننا. فكان الماتش صعب جدا، كمان زي بتلعب في استاد المنزا، كان حاجه بيبقى كله متقفل، فكانت الدنيا مختلفه، ماتش صعب. بس الحمد لله كان ربنا اكرمنا ان احنا كنا رايحين مركزين جدا، ودي طبيعه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي، اي لعيب النادي الاهلي متعود على البطولات، متعود على اللي هو عمره ما يسلم بسهوله، فكنا رايحين مركزين. فالحمد لله ربنا اكرمنا الفتره دي وقدرنا نجيب البطوله، كان من نصيبنا يعني. كاس العالم للانديه كان دافع ان انتوا في مباراه سان داونز، مباراه نهائيه، ان انتوا تقدموا اداء رائع وان انتوا تفوزوا بسكور عالي، وفي نفس الوقت يكون عندكم الحافز والدافع ان انتوا تفوزوا بلقب افريقيا، هتلعبوا كاس عالم.
وكاس عالم هيبقى فيه كل فرق العالم الكبيره يعني كل قاره اقوى فريق فيها هو اللي هيكون مشارك في اوروبا في امريكا اللاتينيه في اسيا. اكيد تجربتك كاول بطوله او فوزك باول بطوله لدوري ابطال افريقيا ومشاركتك في كاس العالم اكيد برضو كان لها طعم مختلف تماما. طبعا اكيد البطولات كمان عامه في الوقت دوت كانت في السن الصغير ده بتديك امل كبير جدا، بتديك دافع وقوه كبيره جدا اللي انت تقدر تكمل اهدافك اكتر من كده. فكانت البطوله طبعا احنا رايحين على جو تاني، كاس العالم في اليابان جو تاني، درجه الحراره مثلا 5 أو 6 تحت الصفر. كنت بتروح شهر 12، بتقام في شهر 12 فالجو بيكون شتاء. شتاء خالص، فاحنا رحنا هناك فلقينا، بس احنا كنا عاملين حسابنا اول مره رحنا، انا كنت معاهم اول مره، بعد كده رحت فرنسا بعد كده، بس اول مره كانت الدنيا مختلفه، ما كناش واخدين على ما كناش عارفين ان الدنيا واصله كده، ولا كان معانا اسكايب ولا جوانتات ولا اي حاجه. فطبعا وطبعا نجله الملعب كانت هناك ناشفه جدا، انت لو عملت تاكلنج اكنك بت يعني على الاسفلت، لكن اكتر من الاسفلت كمان. فاول بطوله حتى خواجه كان مش عاجبه الوضع، وقال لنا جمله انا لحد دلوقتي ما انساهاش، قال لي هنرجع السنه الجايه وهناخد مركز في البطوله ديت. فالسنه اللي بعديها كنت انا رحت فرنسا وهم رجعوا وخدوا ساعتها خدوا ثلاث العالم. هكمل معاك ونروح بقى لفرنسا، لكن هنروح لفاصل سريع وبعديها نكمل الحوار الممتع والشيق مع نجم منتخب مصر ونجم النادي الاهلي الكابتن احمد ابو مسلم. خليكم معانا. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع نجمنا اللي مشرفنا ونورنا الكابتن احمد ابو مسلم. هنروح لفرنسا ونتكلم على الاحتراف. عايز اعرف كواليس انتقالك الى نانت، وطبعا حصل حاجه يعني انتقالك وتحول المسار من نانت الى نادي ستراسبورغ، فانا عايز اعرف منك بقى الاحداث وتحكي لي كاني اول مره اسمع بقى الحكايه. لا، هي نانت الاول كان النادي كبير، نادي نانت نادي طبعًا. كبير، نادي مميز هناك. لما رحت كان ماسك ماركوس انجل اللي هو المدير الفني، كان النادي الاسماعيلي، كان ماسك ساعتها في النادي الاسماعيلي. فكان راجل عنده خبره، كان شايف، كان عارف كويس، وكان بيحب اللاعبين المصري عامه، بالذات في الفتره اللي هو كان عايده مع النادي الاسماعيلي كان عامل نتائج مميزه جدا. فلما رحت هناك اتكلم كلمتين عربي معايا في الاول، عامل ايه وكده، فحسيت ان انا يعني استريحت شويه لما فاهم يعني اكون حد عارف بقى وخد الطبيعه فعارف شويه. وقال انا عارف، انا كلمت ناس من الاسماعيليه، يعني من الاسماعيليه هنا موجود وعارفك واتفرجت عليك كتير في كاس العالم ومتابعينك بقالنا كتير وكده، فانت احنا عارفينك بالظبط، فانت ما تعملش اكتر من انت. طبعا كنت صغير 18 سنه 19 سنه، فكان لا ده انا السن ده كنت عديت 23 سنه. فقال لي فانت ما العب لعبك وما تخافش ولا اي حاجه. فروحت هناك لعبت ماتش ودي، كنت من احسن الناس المتوشة الودية هناك، والناس خلاص شهور، والراجل كان مبسوط جدا وقال لي انت شهر وهتجيلنا ان شاء الله والدنيا تمام. رحت هنا، كان طبعا السعر كان عالي جدا، 1.5 مليون دي. فالراجل طبعا لما كلمته كان بياخد تليفوني وبيكلمني وكده، فقال لي 1.5 مليون دي انت ما ده مستحيل، ده ما ينفعش، ده احنا بنجيب لعيب من افريقيا ب 200,000 يورو 300,000 يورو يوم ما اقول ايه يعني اللي هو اعلى حاجه يعني. فتاخرت شويه الخطوه، وبعد كده رحت جه بعديها ستراسبورغ. ستراسبورغ طبعا انا كنت النادي بشكر النادي يعني ساعتها، كان ساعتها النادي الاهلي ساعدني، كابتن ثابت البطل الله يرحمه طبعا اكيد يرحمه، من المواقف القويه اللي هو اللي ساعدني فيها يعني. كنت لسه راجع بعد رباط صليبي، بلعب على فترات يعني فترات كل شويه مثلا العب ماتش وماتشين بره وماتشين قاعد. فانا من طبيعتي اللي انا كنت بلعب منتخب ساعتها، فكنت عايز على طول استمر يعني في المشاركه وكده. فجالي عرض ستراسبورغ، فكابتن ثابت قال لي روح وما يعني ما تقلقش ان شاء الله هساعدك. فقلت له يا كابتن انا كل مره بروح والدنيا بتبقى مختلفه يعني، الاسعار بتبقى عاليه. ودلوقتي خلي بالك ان انا عندي نقطه، انا لما جالي نسيت اقول لك كمان على نقطه مميزه جدا، قبل ما جالي صليبي ساعتها النادي بتاع ستراسبورغ كلم النادي الاهلي وقال له احنا نعمل له عمليه ونأهله وناخده على كده. يعني دي حاجه ما انساهاش برضك طبعا. فجي كابتن ثابت قال لي لا، مش احنا النادي الاهلي مش كده، احنا انت ترجع ونعمل لك العمليه وترجع وكل حاجه وتروح وانت واقف على رجلك، ما عندناش ما نسيبش حد وهو مصاب كده يا بابا. طبعا فدي حاجات من اللي انا ما انساهلوش طبعا. قال لي روح وكمل وهتبقى وان شاء الله هساعدك وكده. ورحت هناك وكملت، والنادي طبعا كان اخر 6 شهور في عقدي، فاكيد كان المبلغ نزل بكتير يعني. كان النادي الاهلي كان جاي لي 200,000 يورو، فحتى النادي كان بيقول لي انت ليك جزء معاهم، قلت لهم لا خلاص ال 200,000 يورو خلاص النادي ياخدهم ما عنديش اي مشكله يعني. بس فرحت ستراسبورغ ساعتها، كنت رحت انا وكان حسني عبد ربه هناك سابقني ب 6 شهور.
فرحت كان النادي كان في بيصارع برضك على الهبوط وعايزين حد وكده، بس كان بيلعب مكاني ارسل بوكا اللي هو بتاع كوديفار، طبعا باك ليفت بتاع كوديفار ساعتها. كنت انت بتلعب عليه؟ انا كنت بلعب، انا لعبت على طول الحمد لله من ساعه ما رحت، بس كان جه كنت بلعب بطوله افريقيا هنا، وانت عارف في اوروبا فعامه ما بيوقفوش الدوريات في بطوله افريقيا بالذات، فكان هو جاي يلعب هنا وكان النادي عايزني العب هناك في الوقت دوت. فحتى كنت في معسكر المنتخب مع كابتن حسن شحاته 2006، واستاذنت كابتن حسن صراحه راجل ساعدني وقال لي روح مفيش اي مشكله، ورحت ساعتها وقعت في ستراسبورغ. طيب عايز اعرف ان وجود كابتن حسني عبد ربه ووجود لاعب مصري في الفريق سهل عليك حاجات كتير، والغربه والحاجات اللي احنا بنسمع عنها وبنشوفها بره؟ اكيد طبعا. لا حسني كان، حسني من الناس المميزه جدا، وحسني سلوكيا كمان راجل محترم جدا، وساعدني كتير الفتره اللي كنت موجود فيها. كان على طول بنتكلم مع بعض، قاعدين بنتكلم على بعض، بس كان في نقطه اللي احنا كنا طبعا مش واخدين على الخساره وكده، فكنا لما بنخسر بنبقى زعلانين جدا. كنت على طول بتقضوا اغلب الوقت مع بعض؟ انا كنا قاعدين في شقه واحده يعني، انا حتى كنت النادي حتى كان هيجيب لي شقه وكده، كان هيجيب لي شقه وكده يعني. فحسني قال لي لا انا بتقعد معايا، انا قاعد لوحدي يعني، انا ما كنتش لسه يعني اتجوز ولا اي حاجه، قال لي ما نقعد مع بعض، احنا مش عايز الدنيا هنا تلج، وانت عارف طبعا اوروبا من الساعه 5 بتبقى الناس نايمه، فقال لي نقعد مع بعض. نقعد مع بعض يعني. بس احنا قعدنا مع بعض دعنا اللغه خالص يعني، دعنا اللغه الفرنسيه، وحتى النادي كان حتى بيعلمنا في مدرسه. بيعلمنا في مدرسه. بس انت اتعلمت؟ انا اتعلمت بس بعد ما حسني مشي. مفيش حد هتكلمه عربي؟ مفيش حد. انا حسني لما مشي وكده رجع الاسماعيلي، فقعدت هناك اضطريت ان انا اتكلم، لازم اتكلم. وتاني حاجه جات لي في حاجه لازم نتكلم فيها عشان دي بقى اللعيبه المصريين والناس اللي عندها طموح، لازم يكون معاك لغه. لازم لما تتكلم انجليزي، لما تتكلم فرنساوي، لازم يكون عندك لغه عشان تعرف تتاقلم مع الصحافه بتتكلم ازاي، زميلك اللي جنبك بيقول لك ايه عشان تعرف تقدر تفهم. يعني في موقف كويس انت فكرتني بيه عمر، جان بيابا بان اللي هو المدرب بتاع فرنسا، اللاعب الكبير بتاع فرنسا طبعا، شبه كابتن حسام حسن زي ما هو هنا بنقول. جه فتره انا كنت احسن لعيب في الدوري الفرنسي، وهو جه مسك الفرقه، فلقيت نفسي ما بلعبش، ومستغرب جدا. انا نمره واحد في الفرقه والناس كلها عارفاني يعني، الناس كلها في الدوري انت معروف، وفي النادي هناك لما حتى ما بروح لحد دلوقتي الناس بتقابلك كويس، ما بلعبش. طب فايه الموضوع؟ فكان في حد قايله ان الراجل ما بيتكلمش فرنساوي يعني، حد كان موصل له ان الراجل ده ما بيتكلمش فرنساوي. فلما قعدت معاه واتكلمت معاه فقال لا انت بتتكلم فرنساوي، قلت له ما انا بتكلم فرنساوي، وقعدت اتكلم معاه وكذا كذا، فقال لي لا حد موصل له ان انت ما عندكش لغه عشان كده عندنا مشاكل. وقال لك اللي هو بره بيعملوا اسفين ممكن حد يوصل اللي هو مثلا مش علاقتك بيه مش كويسه، صح. ممكن يكون يقول لك كان كابتن فرقه، كمان كان كابتن فرقه يعني، خلي بالك اللي وصله ده كابتن فرقه. وكمان خساره عربي، كمان كان عربي يعني. فراح قال له الراجل ما بيتكلمش كده، ومن ضمن الاسباب اللي هو كان بيلعب في خط الظهر، فخط الظهر فلما بنقول له اطلع ما مش عارف. فهمت ازاي؟ وحاسس المدير الفني الموضوع ده، فلما اتكلمت معاه لعبت على طول، وكنت كان مبسوط جدا، وقال لي لا الدنيا مختلفه. فبنتكلم اللي احنا الحاجات دي كلها، اي لعيب مصري عايز يبقى في الاحتراف عنده مستوى وليه طموح، زي ما احنا شايفين محمد صلاح اول لما راح اول سنه انجلترا الانجليزي كان اقل شويه في سويسرا قصدي، بقى كده ما شاء الله دلوقتي لازم لا بقى بس حاجه ثانيه خالص. انا اقول لك على حاجه، انا عجبني موقف مع محمد صلاح لما راح فيورنتينا وروما، شفت له انترفيو كان بالايطالي تمام. يعني كمان انا بس بزود على الحته اللي انت اتكلمت عليها، ان اللاعب المصري لما يسافر اي حته علشان يحترف لازم يتاقلم على المكان من خلال تعليمه للغه والعادات والتقاليد اللي موجوده، اعتقد ان دي بتساعده وبتساعد عليه حاجات كتيره جدا جدا جدا. اكيد صح طبعا، ما دي لازم اول حاجه، وده الفرق بين اللعيب المصري او العربي واللعيب الافريقي. اللعيب الافريقي لما بتروح مثلا تعيده هنا في مصر يتكلم عربي، تروح تعيده في تركيا يتكلم تركي بعد شهرين، صح. هو عايز يتاقلم وعايز يبقى كويس وعايز يحسن من نفسه، فدي حاجه. وانا بقول لك مثلا لما كل واحد معاه فرنساوي لما بيتكلم فرنساوي هناك مع الناس اللي هناك، بتعرف المجتمع النهارده عندهم بكره ايه، في افراح ايه في البلد، في ايه بيحصل بالظبط، الصحافه بتكتب عنك بتقول ايه، رد الفعل لازم يكون عندك، وسائل الاعلام بتقول عليك ايه، مش معقول تبقى انت قاعد الناس كلها مقلوبه وانت مش فاهم حاجه. فلازم تبقى انت عارف تقدر تتكلم ازاي، تقدر تدافع عن نفسك ازاي، لو مثلا في فاول حصل واتخدت كارت احمر ومؤتمر صحفي هتقول ايه، مش معقول هتفضل تشاور او هجيب لك مترجم مثلا قاعده جنبك لازم يتكلم. فدي كلها بقول لك دي مميزات، لازم انت تكون معاك اللغه، لازم تقدر تتكلم عشان تقدر تدافع عن نفسك، تقدر تعرف التطور الموجود في المجتمع حواليك يعني. هسالك اسئله كثيره خاصه بالاحتراف، لكن اول سؤال سريعا قبل الوقت ما يجري مننا بسرعه، ايه اللي اختلف عن الدوري الفرنسي في الوقت اللي انت كنت موجود فيه والوقت الحالي؟
لا الدوري الفرنسي خلي بالك دوري ممتع، دوري ممتع ودوري عايز اقول لك على حاجه اتطور دلوقتي بشكل كبير كبير جدا. وتاني حاجه المبالغ اللي فيه دلوقتي بقت خياليه، يعني باريس سان جيرمان الاستثمارات اللي فيه طبعا استثمار باريس سان جيرمان بيعمل استثمار بملايين. موناكو دلوقتي بيدعم بمبالغ كبيره جدا. بتلاقي مثلا بوردو اللي كان يعني بوردو نادي كبير جدا تلاقيه مثلا اليومين دول فيه مشاكل عنده مش نفس المستوى. هتلاقي مثلا زي استراسبورج الرابع السنه دي، استراسبورج الرابع وهيلعب فاينل الكوب دي لا ليج اللي هي ما في بطولتين كاس، بطولتين كاس زي في كاس افريقيا، كاس قصدي فرنسا اللي هو زي كاس الرابطه وكاس كاس فرنسا وكاس كوب دي لا ليج اللي هي بطوله اللي هي بتاعه الرابطه اللي هي بتاعه الرابطه المحترفه الفرنسيه. فبقول لك في انديه كتير دعمت بشكل كويس. تاني حاجه الامكانيات بقت عاليه جدا، اللعيبه هناك بقى مستواه اعلى جدا. فالكاو هتلاقي مثلا فابريجاس لسه رايح موناكو، نيمار موجود هناك، فهتلاقي هتلاقي في البطولات اختلفت جامد طبعًا جدا طبعًا. فالبطوله بقت عاليه جدا. تاني حاجه انا عايز اقول لك بردك معلومه عمر، اللي انا كنت موجود في فرنسا هناك انا بردك من الناس ما تعرفهاش كتير، اللي انا اللعيب المصري الوحيد اللي لعبت اكتر اعداد مواسم في فرنسا. انت اكتر لاعب مصري لعب في الدوري الفرنسي سواء لعب عدد مباريات او سواء عدد سنين. عدد سنين وعدد مباريات. حضرت احمد حسام ميدو لما كان موجود في مارسيليا؟ لا ميدو كان قبليه، ميدو قعد سنه ونص. كان عامل سمعه كويسه للاعب المصري جدا في فرنسا جدا. ميدو ما شاء الله حتى وكان سنه الصغير كان ما شاء الله عليه، يعني ميدو كان طلع كويسه جدا. بالذات انت كمان بتلعب مع فرقه عمر، اللي انت بتلعب مع فرقه البطله هناك كانت مارسيليا ساعتها طبعا قويه جدا، وبتلعب وكان نجوم كتير بتلعب اتحاد اوروبي وبتلعب بطوله قويه. فكان ميدو كان من الخطوات برضك المميزه اللي انت بتقابلها في حياتك لما تقعد على محطه، يعني بتقابل محطه كويسه. يعني مثلا ما اروح مثلا مارسيليا غير ما اروح مثلا اجاكسيو تحت خالص بينافس طبعا، فالدنيا بتبقى مختلفه. الفرقه بتروح هناك بتشيلك اول فتره كويسه، وفي زي ما اقول لك في تجربه باينه جدا. مثلا ما صلاح مثلا راح اول حاجه ما راحش انجلترا مره واحده، لا بازل ومن بازل راح بازل عمل له حضره قدر يشتغل بشكل كويس يقدر يوصل للمكان ده. لو كان راح انجلترا في الاول كان الموضوع هيبقى فيه صعوبات شويه. انت فاهم ازاي منتاليتي او عقليه اللاعب المصري هل اختلفت في الوقت الحالي عن الوقت اللي انت كنت محترف فيه؟ كان عدد المحترفين في وقتك اقل، دلوقتي العدد بيزيد بسم الله ما شاء الله، عندنا لعيبه في اوروبا بشكل مش بطال. هل ده اختلف شويه مع ان الزمن فيه تطور وفي يعني تكنولوجيا وفي حاجات حديثه كل يوم بتظهر؟ هل دي بتساعد اللاعب المصري ان هو يتاقلم ان هو يكون موجود في اوروبا خلال الفتره الحاليه؟ طبعا السوشيال ميديا، وكمان بقت دلوقتي كمان في حاجه اللي هو الماركت اللي هو موجود على الانترنت بيقدر يشوفك انت لاعب كام دقيقه، ثمنك 200,000 ترانسفير مثلا، ثمن عمر 300,000 يورو 400,000 يورو. فكل نادي عارف انت لعبت قد ايه. زمان مثلا ممكن لعيب يقول لك انا لعبت الماتش دوت وانت ما لعبتش. انت فاهم ازاي؟ ما كانش في حاجات زي كده. صح. فدلوقتي انت عندك حاجات سوشيال ميديا كبيره جدا. ما انا عايز اقول لك نقطه برضك من ضمن النقط ديت، انا كان جاي لي نادي كريستال بالاس في الدوري الانجليزي تمام، ورحت من ستراسبورج ورحت خلصت كل حاجه. الوقف الحاجه الوحيده اللي هي نسبه المشاركه كانت موجوده في اللي هي بتاعه المنتخب ال 75% بس. يعني ده دي حاجه دي كانت مثلا دي كانت مش بالنسبه عائق كبير جدا. زمان كان ممكن كنت تعمل جوابات في افريقيا، يعني افريقيا ضرتنا كان بيعملوا جوابات من المنتخبات اللي هي البلد اللي هي الفقراء شويه او البلد اللي هي ما عندهاش احترافيه تمام. بيعملوا جوابات زي كده. انا احنا ما عندناش الكلام دوت. يعني عايز اسال بس عشان خاطر عايزين نوضح للساده المشاهدين ان اللاعب المصري اللي هو يعني او لعيبه افريقيا علشان تلعب في الدوري الانجليزي لازم يكون عندك يا اما باسبور اوروبي يا اما تكون مشارك مع منتخب مصر في اخر سنتين بنسبه 75%. او هل ممكن ان انت تكون نجم في الدوري بتاعك او مشارك بعدد سنين معينه فدي تساعدك شويه؟ لا انا عارف انا بتكلم كده ليه، عشان ميدو لما كان موجود في اياكس انتقل لتوتنهام وما كانش بيلعب في منتخب مصر، ما كانش مكمل النسبه، وبالتالي بس ميدو كان ايه السن بتاعه كان ايه؟ كان عنده قد ايه؟ كان صغير فصغير صغير ممكن تروح. ده اللي انا بتكلم فيه ان هم عملوا حاجه اسمها ابيل او عملوا حاجه اسمها استئناف. أيوة. ضد قرار عدم قبوله في اتحاد رابطه او اتحاد الانجليزي، وبالتالي قبلوه ان هو يكون موجود. فعشان كده عائق المنتخب هو اللي كان السبب في ان انت ما تنتقلش الى كريستال بالاس. طبعا انا بقول لك هناك كان كنت مبسوط جدا، وكانت طبعا دوري انجليزي وكان هناك مدير فني كان مقتنع بيه جدا، وكانت الدنيا كويسه قوي. كان حتى محمد حميد كان وكيل اعمالي هناك طبعًا. فكانت الدنيا كانت مميزه وكنت مبسوط قوي هناك. بس كانت طبعا اكيد كان عائق زي ده كده كان بيعمل لك بيهدد لك حلمك، يعني ما تروح مثلا دوري انجليزي من دوري فرنسي وكان هيفرق معاك اختلاف كبير جدا. طب انا عايز اعرف منك برضو رايك في المحترفين المصريين حاليا، وعايز اعرف منك رايك في عقليه محمد صلاح. هل محمد صلاح، عشان ده سؤال انا دايما بساله للعيبه المحترفين اللي عندهم خبره بره،
هل انت شايف عقليه محمد صلاح اتطورت؟ وهل هو السبب في المستوى والاستقرار اللي هو فيه؟ ولا اختياره لمدير اعمال جيد ومحامي ايضا هو ده سبب من الاسباب اللي مخليه مكمل وبسم الله ما شاء الله متالق وان شاء الله ياخد الدوري مع فريق ليفربول؟ بص يا عمر، انت قلت برضك في نقطه نسيت اجاوبك فيها اللي هي بتاعت السؤال، الزمان دلوقتي اللعيبه بقى عددهم بقى اكتر في الدوري. ليه اكتر؟ يعني في الدوريات الثانيه عن زمان. زمان كان في مشكله كبيره جدا في الانديه، كانوا بيمسكوا في اللعيب. زمان مثلا عندي مثلا اربعه، عندي باك ليفت لا مش هسيبه. دلوقتي الدنيا اختلفت بقى، في مثلا في عقليات في انديه مثلا موجوده بتقدر تبيع وتستثمر في ثانيه، فالموضوع بقى متاح اكتر، بقى مفتوح اكتر غير زمان. زمان كنتش تسيب لعيب لو حتى جاله 30 مليون جنيه يقول لك مش هسيبك. فالدنيا دلوقتي مختلفه، دي النقطه اللي بقول لك اللعيبه بقت زياده عن دلوقتي. ليه؟ النقطه الثانيه العقليه اللي كنت بتتكلم فيها، عقليه محمد صلاح. محمد صلاح لعيب متكامل العقليه بتاعته، واللي ساعده على كده اللي هو راجل طلع صغير وخط صغير تحتيها 100 خط. لما تطلع لعيب صغير عندك 18 سنه او 19 سنه وتروح نادي وتقدر تأدي بشكل كويس وتروح دوريات وتبقى عارف هشتغل ازاي واتعودت ازاي وعارف اللغه ازاي واتكلم ازاي، فدي هتفرق معاك كتير جدا. تاني حاجه عندك عنصر تاني لازم يكون قوي جدا، محمد صلاح ما طلعش اهلي او زمالك، ما كانش بيلعب في اهلي او زمالك، صح؟ فما كانش عليه عنصر الشهره كبيره جدا، ودي عنصر الشهره دي بتطلع بتضيع لعيبه كتير جدا. لما اكون عندي مثلا بلعب في اوروبا، انت عارف في اوروبا ما بقاش فيه لعيبه، ما بقاش زي هنا في مصر الناس كلها تسلم عليك ولا الكلام من ده، ممكن يبقى الموضوع مختلف لحد يصور معاك صوره وخلاص، صح؟ فدي كلها وفرت عليه وقت كبير جدا. تاني حاجه العقليه بتاعته وسلوكه اللي هو راجل بيشتغل في هدوء هادي، بيتاخد قراراته بحسم، فراجل عارف مرتب حياته ازاي بالظبط. النقطه الثانيه اللي هو ساعده على كده، لازم يكون عندك لو انت لعيب قوي جدا ما عندكش ايجنت كويس او وكيل اعمال عنده الاحترافيه ويقدر يجيب لك كذا عقد، هتقع. يعني انا مثلا الموقف ده عدى عليا شخصيا، انا كنت مثلا في فرنسا واخد لاحسن لعيب في الدوري الفرنسي، بس ما حدش عارف يسوقك كويس. بس النقطه الثانيه، احنا لما نزلنا مثلا ليج دو الدرجه الثانيه، ناس ثانيه كانت لعبت اربع متوشه، وكيل السبونسر بتاع الايجنت بتاعك قوي قدر يودينا دي ثاني، وانا لاعب الدوري كله ما قدرتش اروح. طب انت فرنسي عندك اخباره ايه؟ بتعرف تتكلم لغه كويس؟ لا ما تقلقش كويس. بتعرف تترجم؟ طبعا. طب احنا محضرين لك مفاجاه، بس هحتاج تترجم لي عشان ما اعرفش فرنساوي. لا اقول لك ما تقلقش. طيب خلاص تعالى نشوف كده المفاجاه ايه اللي هم محضرينها لك، ونرجع نكمل معاك وتقول لي ايه اللي قال، بس لو حد قطع فيك هتقول لي برضه. لا ما تقلقش. طيب تعالى نشوف، يلا بينا. احمد ابو مسلم، كومون تو با مون امي؟ جيسبر كو تو با بيان. احمد انا عاوز اسلم عليك واتمنى ان تكونك بخير انت والعائله. انت وحشني كتير على فكره، وان شاء الله اشوفك قريب ان شاء الله. احمد انت تعرف مكانتك عندي قد ايه، انت اكتر من صديق، اكتر من لاعب لعبت معاه، انت اخ. نتذكر الايام اللي كنا مع بعض في ستراسبورغ لما كنا في الدوري الفرنسي، والضحك اللي ضحكناه مع بعض، والجو الممتاز اللي عدينا مع بعض، يعني ما بنساش الاوقات دي. احمد انت كنت لاعب ممتاز، عندك فنيات كبيره، وكنت عندك احترام كبير في نادي ستراسبورغ، وعندي عندك مكانه كثيره وخاصه عندي. بس اكثر من كده، انت لاعب وانسان طيب وانسان محترم، وعندك أدى قلبك كبير، وهذا الجانب اللي احترمك فيه كتير. اتمنى ان تكون بصحه وتكون بعافيه يا رب. بتمنى لك كل التوفيق في حياتك العائليه وفي حياتك يعني المهنيه. انت تعرف لي عندك اخ في تونس، وبتمنى اشوفك ان شاء الله يا رب. السلام عليكم احمد. تعليق عشان معانا فيديوهات تانية، تعليقك ايه؟ لا مفاجاه جميله طبعا، بشكركم عليها وبشكر جروب العمل كله اللي عمل حاجه زي كده. ده كريم حاجي كابتن منتخب تونس، وقعد معايا في ستراسبورغ سنتين، وكان كابتن اللي راح ليفركوزن لاعب نادي كبير، وراح يعني هو كريم لسه مبطل من سنتين بالظبط. علاقته بيه قويه جدا، انا بحبه، كان بيلعب هو مساك وحاجه كبيره 170 ماتش في البونز ليج. ما هو كريم ما شاء الله، ما بقول لك كريم من الناس اللي لحد دلوقتي يعني هو مبطل بقاله سنتين، من الناس اللي، وعلى فكره واخد الجنسيه الالمانيه كريم، هناك خدم هناك، لعب في ليفركوزن، لعب في ليفركوزن وهانوفر، وكان كابتن هناك. فكريم انا من الناس علاقتي بيه قويه، انا بحبه جدا على المستوى الشخصي. وهو بالمناسبه هيعمل ماتش اعتزاله يوم 23 ديسمبر في هناك، وكان جايب نجوم كبير جدا، عامل ماتش كبير جدا، وجايب كانو، وجايب
وكوشة وجايب ناس كتير جدا. فهو كان حتى لسه مكلمني قريب، بس مفاجأة حلوة اللي انت جبتوها، اللي هو روح ماتش اعتزال وكده. فمن الناس اللي انا بحبها جدا يعني، افادني كتير. انت عارف طبعا التوانسة والمغاربة بيكلموا فرنساوي كويس جدا، فكان بيقدر يترجم لي بشكل كويس. طب تعالى نروح للتونسي التاني نشوف مين. هنشوف، تعالى نشوف يلا. السلام عليكم يا احمد، شن احوالك؟ لاباس عليك، ان شاء الله تكون بخير وان شاء الله تكون بصحة جيدة. نعتبرك من اكثر الاصدقاء الملاعبيه اللي لعبت معاهم في فرنسا، في نادي في ستراسبورغ الفرنسي. نعتبرك من اكثر الاصدقاء اللي عاونتني برشا غادي في فرنسا، وعاوننا بعضنا برشا. خاطر كيف تلقى لاعب معناتها لاعب كبير في بلاد وفي منتخب مصري وفي في في مصر معروف، اللي هو احمد ابو مسلم، يعاونك برشا. وهو معناتها من اكثر الاصدقاء اللي لقيت راحتي معاهم غادي، واللي تعاوننا برشا، واللي كنا معناتها اكثر من اخوه، معناتها اكثر من اصدقاء، معناتها كنا كاننا اخوه بالبي معناتها غادي في فرنسا. احمد ابو مسلم، ان شاء الله نتمنى لك التوفيق. سمعت بيك اللي انت شادد معناتها المنتخب الناشئين في المنتخب المصري، ان شاء الله نتمنى لك التوفيق ونتمنى لك النجاح. كما نجحت كلاعب ان شاء الله تنجح كمدرب، وان شاء الله نشوفك في قريب العاجل، خاطر وعدتني باش تجيب حذايا لتونس، وان شاء الله حزبط لك الامور ان شاء الله. يلا سلام يا احمد. يا رايك؟ لا مفاجاه جميله والله، انت بقالي كتير ما سمعتش شغل عالي. شغل طبعا بشكره والله، بشكره في قناه الاهلي. لا طبعا بشكره اكيد، مش طبعا عمر طبعا بشكره، وبشكر قناه الاهلي لان ده بيتي طبعا. فمفاجات جميله، واللعيبه دي كلها العلاقه بينك وبين اللعيبه دي كلها بعد الكوره بتبقى مستمره، فحاجه جميله. هيكل جمانديه طبعا راس حربه منتخب التونسي، كان معانا على فكره اغلى لعيب جه في ستراسبورج بمبلغ كبير، اللي هو هيكل كان جاي بعد كاس القارات. فمن اللعيبه المميزه اللي انت ممكن تعمل له كده، يقدر يجيب جون. فمن كان قوي جدا، كان قوي جدا. انا كنت قلت لك الفرنسيه بتاعك كويس، قلت لي ماشي خالص. انا اول فيديوهين كانوا تونس. لا تمام، خلي بالك، ما قال لك عامل ايه، اخبارك ايه يا اخويا في الاول. قال لك كمان صغار كده ماشي. فهنروح دلوقتي للاختبار الحقيقي، ده وقت الاختبار الحقيقي. قول لي، تعال نروح نشوف ونرجع نكمل، يلا بينا. Bonjour Ahmed, c'est Najib à l'appareil. Je t'appelle depuis Strasbourg en France. Écoute, je te salue très franchement et très sincèrement. Je suis heureux de faire cette petite vidéo. Petite vidéo pour me rappeler quel joueur tu as été. Tu es arrivé en 2005-2006 à Strasbourg. Tu as fait trois superbes années avec nous, avec notamment une montée avec Jean-Pierre Papin de Ligue 2 à Ligue 1. Moi, je me rappelle de toi comme étant un joueur très professionnel. Tu es arrivé à Strasbourg avec beaucoup d'attentes et beaucoup de pression. Ça n'a pas dû être évident au début parce que problème de la langue et adaptation au jeu. Et en fait, on a tous été très étonnés de l'adaptation très rapide que tu as eue, aussi bien au niveau du jeu qu'au niveau de l'ambiance. Tu as été un joueur très professionnel et du coup, ça a favorisé ton intégration. Moi, en tant que kiné, je te connaissais bien sûr en salle de soins. J'ai toujours vu en toi un grand joueur très professionnel et très méticuleux, qui faisait très attention à son hygiène de vie, à sa préparation individuelle, sa préparation mentale, sa diététique. Donc tout ça, c'était très important pour toi. Tu étais un grand joueur, grand professionnel. Donc tout ça, c'est des éléments qui étaient en ta faveur, et je pense qu'on ne s'est pas trompé en te recrutant. Tu es arrivé en même temps qu'un autre Égyptien, Hosni, et tous les deux, vous nous avez vraiment apporté beaucoup, beaucoup de choses positives au club. Et moi, je trouve qu'humainement, tu as été formidable. Tu étais un joueur et un garçon très agréable et très facile à vivre, qui était à l'écoute de tous les conseils qu'on pouvait lui donner, et très professionnel. J'ai appris que tu étais maintenant entraîneur et ça m'étonne pas du tout, puisque je pense que tu es quelqu'un de très intelligent et qui va permettre de justement apporter tout ton savoir-faire, ta passion aux jeunes générations. Et je pense que tu as beaucoup à leur apporter avec un vécu extraordinaire du très haut niveau. Donc je pense que tu feras un très grand entraîneur. En tout cas, je te souhaite le meilleur à bout et à bientôt. Ciao.
قال لي بقى عشان اتكلم قال كلام كتير جدا وانا عايز اعرف منك الخلاصه. لا هو قال لي هو طبعا بيسلم عليا بقى لي كتير ما شفتوش وبيقول اللي انا انضمت لهم في سنه 2005 2006 وكنت عندي كنت شغال مع جان بيابا بان اللي هو المدير الفني كنت عامل احسن لعيب في الدوري هناك في السنه بتاعته وهو كان هو كان كينيل هو كان شغال معانا اللي هو لياقه بدنيه ومساج وكده وكان مبسوط ان انا وحسني عملنا شغل كويس لما كان عندي مشكله في الاول في اللغه قال لك انا بروبلم للونج في الاول فعندي لغه في مشكله في اللغه وبعد كده اللغه اتحسنت اتعلمت اللغه خلاص وبعد كده انا وحسني من اللعيبه المميزين جدا واللعيبه البروفيشنال كنت هناك عامل شغل كويس وكنت بروفيشنال يعني ماشي بشكل كويس هناك فبيتمنى لها التوفيق يعني في حياتي العمليه. ده طبعا نجيب ديمتريس مدرب منتخب الشباب للفرنسا فرنسا حاليا واحد اكيد من يعني المدربين اللي عصروك وزي الحمد لله يعني بسم الله ما شاء الله واضح ان انت في علاقه طيبه جدا بعد ما رحلت عن فرنسا واضح ان في تواصل واضح ان في علاقه طيبه انا بروح هناك وانت عشري وانت يعني انت بتحب دايما يبقى ليك صحاب في كل مكان طبعا اكيد طبعا ما دي العلاقه التعارف على اصحابك دي بتعمل طبعا الجو كويس واهم حاجه لعيب الكوره بعد ما بطل كوره السمعه كويسه والناس اللي كانت بتحبك تبقى موجوده معاك فانا بروح كل ستراسبورغ كل مثلا بقالي سنتين ما روحتش بس انا كل سنه بروح اتفرج عليهم. مش بتفكر تاخد خطوه في ان انت تبدا او تكمل مجالك التدريبي في فرنسا وممكن تاخد زي فرصه زي ما اخدتها وانت لاعب كره قدم ممكن تاخدها وانت مدرب في فرنسا؟ ما هي خلي بالك النقطه اللي انا بفكر فيها كويس جدا شفت بقى؟ انا كنت خلي بالك الفتره هي الوقت بس عنصر الوقت كان عندي فيه مشكله اللي انا لما بطلت كوره في يعني بعد ما بطلت كوره مسكت الانتاج الحربي فريق اول على طول. فصعدنا مع الانتاج الحربي مع مؤمن سليمان كنت انا وهو صعدنا فجيت بعديها النقطه اللي بعديها دخلت في وادي دجله الاكاديميات اللي هو مسكت الاكاديميات والدراسات طبعا خدت السي والبي وكل حاجه فهي بس كانت نقطه ودلوقتي زي ما قلت لك ماسك في نادي وادي دجله 2006 وماسك منتخب القاهره اللي هو نفس السن بتاعي تمام فاللي هو 2006 فهي بس النقطه اللي هي الفتره دي انت مشغول جامد جدا فالفتره اللي جايه اكيد الواحد الحمد لله معاك اللغه كويس بتتكلم كويس وعلاقتك بالناس كلها مميزه فبنتمنى طبعا الواحد يبقى موجود بس طبعا اول حاجه زي ما كنت لعيب مميز لازم تعمل اسم كويس في بلدك موجود لازم تبقى موجود فالواحد بيتمنى طبعا لو موجود الحمد لله في نادي كبير زي وادي دجله مهندس ماجد سامي مديك صلاحيات كويسه وراجل شغال بمنظومه فيها بروفيشنال كبيره جدا بيتعامل بشكل كويس فنتمنى طبعا ان احنا نبقى نعمل شغل اكتر من كده طبعا. رايك في علي معلول؟ لا الباك ليفت لعيب كويس لعيب مميز طبعا لعيب ايه رايك فيه لا لعيب كويس بيعجبني طبعا بيعجبني لعيب مميز جدا لما بيغيب الاهلي بيتاثر بغيابه اكيد النادي الاهلي زي ما بقول لك مش علي معلول بس الباكين الباك رايت او الباك ليفت النادي الاهلي انت بتلعب لازم بتهاجم ولازم بسالك على الباك ليفت انت عارف ليه عشان طبعا مركزك وانت طبعا بقول لك علي من اللعيبه مميزه جدا هي بس المشكله بس الاصابات الكتير بس يعني ان شاء الله ربنا يبعد عن الاصابات مفتاح لعب كبير جدا ومفتاح من مفاتيح النادي الاهلي القويه اللي تقدر تعمل لك الفارق في الملعب. طيب اختبرك اخر اختبار هعرض لك صوره وتقول لي انت واقف فين. قول لي ماشي كمان جايبين صوره كمان طبعا طيب. صوره جماعيه يلا ماشي. بينا نشوفها يلا نعرض الصوره ده فريق ستراسبورغ الصوره الجماعيه فريق ستراسبورغ فين احمد ابو مسلم انا عارف انا تاني واحد فوق تاني عارف. واحد فوق فين؟ اهو اول واحد يعني أولي. يعني عندنا واحد اثنين ثلاثه اربعه اربع صفوف لا. انت في الصف كام؟ انا الصف الاولاني فوق خالص حلو جنب الابيضاني انت عارف الابيضاني ده مين؟ ايوه ده كيفين جاميو بتاع منتخب فرنسا وكان بيلعب في اشبيليه. طيب احمد ابو مسلم هنعد من الصف اللي تحت واحد اثنين ثلاثه اربعه الصف الاخير من فوق تاني واحد على اليمين يعني في لاعب ابيضاني ومين بقى الوحش اللي قدامك الاسمر ده؟ مين ده جاكوب مولونجا بتاع كونغول كان بيلعب قدامنا جاب فينا جونين. ده لعيب كرة؟ جاكوب مولونجا بقول لك معروف طبعا. يا نهار ابيض بص خلي بالك اللي جنبي واقف ازاي عامل ازاي؟ طبعا وخلي بالك اللي جنبي كيفن جاميرو ده لعيب كبير جدا. طبعا بيلعب في اشبيليه لحد دلوقتي وكان بيلعب طبعا كيفن جاميرو طبعا كلنا عارفينه كلنا عارفين واحد من هدافي طبعا الدوري الاسباني. كابتن احمد ابو مسلم شرفتني ونورتني وبجد استمتعت بحلقه اعتقد انك ما حسيتش بالوقت. لا خالص عمر انت عارف ان انا بحبك و... طبعا واستمتعت طبعا واكيد انت موجود في النادي الاهلي تبقى بيتك لما تبقى موجود في النادي الاهلي بيتك بتتمنى تعمل احسن حاجه موجوده وبشكركم طبعا على الشغل الجميل اللي انتوا عاملينه عمر عامل شغل جميل وبتمنى لكم التوفيق وطبعا ببارك للنادي الاهلي جماهير النادي الاهلي على المكسب النهارده
وان شاء الله في تقدم الفتره اللي جايه، وبتمنى لك التوفيق. انا بتابعك كل فتره وبشوفك. الله يخليك. طبعا ليا الشرف، وان شاء الله تكون موجود معنا في حلقات اكتر واكتر في بيتك في قناه النادي الاهلي. بشكرك. دي كانت الفقره الحواريه الاولى مع احد من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر الكابتن احمد ابو مسلم. هنروح لفاصل لكن لسه ما خلصناش، معانا فقره حواريه ثانيه اكيد هتكون ممتعه مع واحد من نجوم مصر ونادي الترسانه في العصر الذهبي الكابتن شاكر عبد الفتاح.